يا مساء الفل على حضراتكم، واهلا بكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. ان شاء الله حلقه جديده من 60 دقيقه هكون موجود معاكم من دلوقتي ولمده ساعه، وزي ما متعودين دايما بنتابع كل الاحداث على الساحه الرياضيه سواء المحليه او العالميه، كمان بنشوف ايه اللي موجود على السوشيال ميديا ونشوف اخر الفيديوهات. ان شاء الله حلقه تكون مختلفه، وكل ده بيكون تحت شعار ان كل شعوب العالم بتختلف في لغتها، بتختلف في عاداتها، بتختلف في تقاليدها، ولكن دايما حاجه واحده بتجمعنا هي كره القدم. طيب خلونا نبدا زي ما احنا متعودين دايما مع حضراتكم بسؤال الحلقه. هنكمل مع حضراتكم كلامنا عن الأفضل في الموسم الحالي اللي خلاص بيقترب من النهاية. النهاردة هنتكلم عن اللاعبين الأجانب اللي موجودين في الدوري المصري، وفي الحقيقة بنشوف أداء كبير جدا من كل المحترفين الأجانب اللي موجودين في الدوري، ومش في الأهلي والزمالك بس، الحقيقة في كل الأندية في لعيبة كتير جدا على مستوى عالي جدا في كل الأندية. كده سؤال حلقتنا النهاردة بيتكلم عن اللعيبة الأجانب. سؤال الحلقة النهاردة بيقول: من هو أفضل لاعب أجنبي في الدوري المصري هذا الموسم؟ مستنيين طبعا ردود أفعال حضراتكم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بأون تايم سبورتس، ولكن كالعادة بنبدأ مع حضراتكم. النهاردة هتنطلق مباراة الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز، وهي الجولة اللي قبل الأخيرة. هتكون النهاردة في ماتشات مهمة جدا وعلى موعد مع ماتشين كمان مهمين الساعة 7 إن شاء الله الإسماعيلي وطلاع الجيش على استاد الإسماعيلية، الساعة 9 المصري البورسعيدي وإمبي على استاد اسكندرية. ماتشين مهمين والكل بيسعى طبعا في حصد النقاط قبل انتهاء موسم الدوري المصري الممتاز. خلونا نبدأ مع حضراتكم أخبارنا النهاردة من نادي الزمالك، واللي بيقترب بعد ساعات من حسم لقب الدوري رقم 13 في تاريخه. في حالة تحقيق نادي الزمالك الفوز على الإنتاج الحربي في المباراة إن شاء الله اللي هتجمع بين الفريقين الساعة 9 في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري، الزمالك خلاص بيختتم تدريباته النهاردة، دخل معسكر مغلق امبارح عشان يكون في مزيد من التركيز على اللاعبين. وكان أعلن باتريس كارتيرون قائمة الفريق بعد انتهاء ميرون الأمس، وبتضم قائمة نادي الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي في حراسة المرمى محمد أبو جبل وعواد، خط الدفاع حمزة المثلوثي وحازم إمام، محمود حمدي الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح ومحمد عبد الشافي، خط الوسط طارق حامد، محمود عبد العزيز، امام عاشور، يوسف اوباما، احمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق شيكابالا واسلام جابر وايمن حفني واشرف بن شرقي، خط الهجوم سيف الدين الجزيري ومروان حمدي. طيب الفرنسي باتريس كارتيرون كان عقد جلسه مع لاعبي الفريق قبل التدريب الجماعي مساء امس، وحرص على تحفيز اللاعبين قبل المباراه اللي جايه، مباراه مهمه اكيد، مباراه صعبه. الانتاج الحربي خلاص هبط، ولكن مباراه صعبه اكيد، لان انت عندك الانتاج الحربي اعتقد هيكون بيلعب او بيخوض المباراه باريحيه شويه، خلاص ما عليهوش ضغوطات تماما، على عكس نادي الزمالك اللي اكيد عليه ضغوطات، عارف ان ثلاث نقاط خلاص هيحسم الدوري بشكل رسمي، الدوري رقم 13 ليه، فكل دي بتضع ضغوطات على لعيبه نادي الزمالك. ولكن في الحقيقه في المباريات الأخيرة لنادي الزمالك عارف باتريس كارتيرون ياخد الثلاث نقط، ممكن تكون مش في أحسن حالاتك، ممكن تكون المباراة مش ماشية قوي، ولكن بقى عنده حتة إن أنا هعرف أخد الثلاث نقاط اللي هيقربوني واحدة واحدة لحسم لقب الدوري، ودول يعتبروا آخر ثلاث نقاط لنادي الزمالك في حال حصوله عليهم أمام الإنتاج الحربي بيكون بيحسم الدوري بشكل نهائي. كارتيرون طالب اللعيبة بالتركيز عشان يقدر يحقق الفوز في لقاء الانتاج وياخد الثلاث نقط زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم، وحذر كده اللعيبة من الاستهتار بالانتاج الحربي، خاصة زي ما كنت بتكلم ان خلاص الانتاج الحربي موجود في القسم الثاني، هبط هياخد المباراة، ما عندوش اي ضغوط خالص على اللعيبة او على مجلس ادارة او على جهاز فني، خلاص بيلعب بأريحية تماما، فممكن ده يكون شوية بيعمل او بيضع الضغط اكتر على لعيبة نادي الزمالك، ولكن بكل تأكيد مباراة هامة جدا لكل جماهير نادي الزمالك هي مباراة الزمالك والإنتاج الحربي. طيب على الجزء تاني، صفقات الأندية هي حديث الجميع، وكل السوشيال ميديا بتتكلم الفترة دي
على الصفقات، وكالعادة كل نادي عايز يجيب أفضل صفقات، خاصة الأهلي والزمالك، فريقين كبار، فريقين بينافسوا على بطولات كتير، بتنافس على الدوري، بتنافس على كاس، بتنافس على أفريقيا، فكل ده محتاج صفقات، محتاج لعيبة تكون موجودة على الدكة، نفس اللعيبة اللي موجودة في الملعب. خلونا نبدأ كده موضوع الصفقات من عند نادي الزمالك، والجلسات مستمرة بين كابتن حسين لبيب رئيس طبعا اللجنة اللي بتدير نادي الزمالك والمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عشان يحسموا ملف الصفقات اللي هيتم التعاقد معاها في الصيف الحالي، خاصة طبعا ان انتوا اكيد عارفين الزمالك محتاج صفقات كتيرة، محتاج اكتر من مركز، ويمكن اهمهم هو مركز خط الوسط، يعني بعد رحيل فرجاني ساسي ويمكن المركز ده شاغل بال كارتيرون، واكيد كل اللي بيتابع كرة او كل اللي بيتفرج عارف ان دايما عند اي مدير فني اللي بيلعب 8 ده لعيب مهم جدا، لعيب هو حلقه الوصل بين كل الخطوط، ما بين دفاع ما بين هجوم، هو اللي بيحرك الدنيا، فمن الطبيعي ان يبقى عندك لاعب كبير ومش لاعب واحد، يبقى طبيعي ان يبقى عندك لعيب وبديل في حال حدوث اي حاجه، اصابات لا قدر الله، اي حاجه لازم يبقى عندك لاعب واثنين عشان تقدر تصنع فرق في اي مباراه في كل الماتشات، وخاصه في الماتشات المهمه والماتشات الكبيرة. أسامي كتير تم عرضها الحقيقة على نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، وكان المتصدر المشهد هو نبيل عماد دونجا. نبيل عماد دونجا واحد من اللعيبة المتألقة طبعا مع نادي بيراميدز، وكان منضم أكتر من مرة لمنتخب مصر، والحقيقة بيأدي أداء كبير جدا، وكان الزمالك عينه على دونجا من الموسم اللي فات. لو تتذكروا حضراتكم كان في كلام كتير عن انضمام نبيل عماد دونجا لنادي الزمالك، يمكن المفاوضات دلوقتي قربت بنسبة كبيرة جدا، وممكن يكون دونجا موجود في نادي الزمالك، لان انت هتستفيد من دونجا في حاجات كتير قوي. دونجا طبعا بيلعب ممكن تكون نفس قريب من طريقة لعب طارق حامد، بيلعب ستة اكتر، ولكن وجوده في نادي الزمالك اضافة كبيرة جدا، وده اللي رحب بيه كارتيرون. اكيد لما تيجي تعرض على مدير الفني لعيب زي دونجا اعتقد ان انت هترحب بيه بشكل كبير جدا، لانه واحد من اللعيبة اللي بيأدي الحقيقة اداء مميز جدا مع نادي بيراميدز. احمد ايمن منصور مدافع بيراميدز برضو موجود في الحسبان، موجود واتعرض على كارتيرون عشان يكون بيدعم خط دفاع نادي الزمالك، ورحب برضو بيه باتريس كارتيرون وقال لهم تمام، يعني لو هو موجود وحابب يكون موجود في نادي الزمالك فممكن يكون موجود بيدعم خط دفاع نادي الزمالك. بالنسبة لحمدي النقاز، يمكن حمدي شوية كان الكلام عليه كتير الفترة اللي فاتت، وكان في شبه إجماع إن يكون اللاعب بيرجع مرة تانية لصفوف نادي الزمالك. المفاوضات تعطلت شوية بعد ما كارتيرون الراجل اتكلم معاه، والراجل قالوا له في حمدي النقاز، قال لهم لا احنا محتاجين او انا محتاج استمرار حمزه المسلوسي، وتراجع شويه عن فكره رحيله بعد ما كان حمزه المسلوسي يمكن ما كانش بيقدم مستوى جيد مع نادي الزمالك في الفتره الاولانيه، ولكن في الفتره الاخيره اثبت نفسه، اشتغل على نفسه، والحقيقه بقى ليه شكل مختلف عن بدايه الموسم من ساعة ما جه نادي الزمالك. كمان نادي الزمالك استقر على عودة مصطفى فتحي، والحقيقة مفيش اتنين يختلفوا عن عودة مصطفى فتحي لنادي الزمالك مرة تانية بعد ما أتألقوا طبعا نادي سموحة بشكل كبير جدا. طيب خلونا نتكلم فنيا أكتر عن مباراة نادي الزمالك، يعني مباراة حاسمة، مباراة لقب الدوري 13 نادي الزمالك، مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، وناخد واحد من نجوم نادي الزمالك كابتن أحمد عبد الرؤوف نتكلم معاه كده بشكل فني. كابتن أحمد برحب بيك، مساء الفل عليك. مساء الفل يا يحيى، وسعيد بوجودي معاك طبعا. أخبارك إيه؟ كله تمام والله الحمد لله. مباراة حاسمة، مباراة بثلاث نقاط، يمكن كنت بتكلم شوية كابتن أحمد إن الإنتاج هيكون عنده أريحية أكتر، خلاص الإنتاج هبط، الزمالك ممكن يكون عليه بعض الضغوطات بسبب إن هي مباراة حاسمة، شايف المباراة بكرة فنيا إزاي؟ والله بص أنا موافق جدا إن هي مباراة حاسمة طبعا، لكن الزمالك ممكن يريح نفسه فيها كتير جدا، لو هو دخل المباراة عنده نفس الشراسة بتاعة المباراة اللي فاتت، عنده نفس الهدف إن هو يخلص من المباراة بدري. موافق ان فرقه الانتاج هتلعب باريحيه، ولكن فرقه الانتاج لو حست ان الزمالك مش متساهل في المباراه وداخل المباراه عايز ينهيها بشكل قوي، هيبقى الموضوع صعب جدا على الانتاج. خلينا نحط المباراه في نطاقها الطبيعي، الانتاج بقاله فتره كبيره جدا ما كسبش مباريات، ولكن المباراه دي خطورتها دايما ان هي لو الفريق نازل عنده تساهل او عنده فكره ان الدوري خلص او كده هتبقى في مشكله كبيرة، ولكن انا شايف ان النقطة دي مش موجودة عند اللعيبة اللي موجودة دلوقتي في نادي الزمالك ولا الجهاز الفني.
انا يعني شايف المباراه فنيا الزمالك يعني بدنيا جاهز بشكل قوي جدا، عنده البدائل المتاحه على الدكه او كارتيرون بيستخدم اوراقه بشكل قوي جدا، عنده اللاين اب بتاعه او الفرقه اللي بتدي بيها دايما واضحه والناس كلها تعرفها يعني، وهو ما بيغيرش كتير في فكره ان هو يكون موجود لاين اب معروف للناس كلها. يمكن ما عملش ده غير في مباراه اللي هي مباراه قبل سيراميكا، كانت اعتقد وادي دجله، غير ست لاعبين، لكن لو جيت شفت تسلسل المباريات اللي هو بدأ بيها كلها لاين اب واحد ما غيرش فيه كتير يعني. صحيح كابتن احمد، يعني دايما بيكون وجهه نظر المدير الفني ليها تاثير بشكل كبير جدا في سير المباراه، ولكن المباريات دي تتفق معايا ان هي مباريات لعيبه، يعني اللعيبه هي اللي بيكون عليها الحسم، هي اللي عارفه مقدره كويس جدا، هي اللي موجوده في الملعب. تتفق معايا في الحته دي ولا هي مباراه مدير فني؟ لا، هي في كل الاحوال مباراه المدير الفني، لان هو بيقرر الطريقه اللي بيلعب بيها، بيقرر نقط الضعف اللي هيشتغل عليها، هيقابل منين، هيضغط ازاي، لان الزمالك انا شايف ان هو بعد التوقف غير مش طريقه اللعب، غير شكل اللعب صحيح. بتاعه بالنسبه له، فكره الضغط من قدام الزمالك ما كانش عنده مباريات كتيره بيقابل من فوق. من اول مره اشوف الزمالك بيقابل 70 او 75 دقيقه من خط الدفاع الاول، او بيقابل من عند خط المرمى الخصم فرات الاسماعيلي. مباراه دجله نفس الموضوع، كان دايما كارتيرون بيستنى في ال 20 متر الاخيره صحيح. ويبتدي يعمل التحولات على بيعتمد على زيزو او أو بن شرقي. جزيري او بن شرقي، لان انت عارف ان السرعات، لكن هو غير طبعا. استراتيجيته في المباراه دي، لان هو عارف كويس جدا ما ينفعش يستنى في المباراه دي ان هو يدخل في جول او المكسب بالنسبه له يتاخر فتره طويله في الماتش. فدي حاجه كان انا بحييه عليه جدا، بحييه ان هو ما عندوش اصابات كتيره، وبحييه ان هو يعني رجع اللعيبه بعد فتره التوقف بشكل كويس جدا. ما شفتش لعيب في نادي الزمالك عنده مشكله بدنيه، المسلوسي رجع بشكل كويس، وانا بحييه الحقيقه ان هو رجع بالاداء ده. طارق حامد اداؤه الفني هايل، حتى امام عاشور كان غايب بقاله فتره طويله، رجع برضه بشكل قوي جدا. يعني عندك لا اكتر من شيكابالا جاهز بشكل قوي بدنيا، زيزو، فانا دي حاجه بحيي عليها كابتن جدا. واعتقد المباراه نفس الموضوع بكره، لو تلاحظ الزمالك في ماتشات كتير جدا بيكسب في الشوط الثاني، ودي برضه سياسه كارتيرون يعني صحيح عنده السياسه ان هو عنده صبر كبير جدا طبعا. المكسب، ان هو ممكن يكسب في اي لحظه. فهي المباراه بكره بثلاثه بونت، مباراه دوري، واعتقد ان اللعيبه طبعا. عندها التارجت ده وعند الجهاز الفني، لانها مباراه مهمه جدا جدا انك تخلص بدري يعني. طب كابتن احمد، عايز اتكلم معاك في نقطه مهمه جدا، يمكن مروان حمدي كان مفتاح الفوز لنادي الزمالك في مباراه وادي دجله. الانتاج الحربي ممكن يكون عامل تكتل دفاعي في مباراه الزمالك، شايف يبدا بمين، بالجزيري ولا مروان؟ انا شايف ان هو البدايه للجزيري، لان الجزيري بيتحرك. بص، مروان لعيب بالك جوه 18، صحيح. مفيد جدا في الكره العرضيه، بيقف على كورته بشكل كويس. لو كارتيرون هيلعب على لو الانتاج هيلعب كده، وكارتيرون شايف ان مروان يبتدي، هو مروان في الفتره الاخيره بيأدي بشكل كويس، ماشي والحقيقه كويس انا بحييه الحقيقة. برضو صحيح. طبعا. لكن الجزيري لعيب عنده حيل كتيره جدا، ممكن ياخد في اي لحظه ضربه جزاء، بيتحرك كتير جدا، بيصنع فرص اكتر، بيتحرك عرضي بشكل قوي جدا، بيتحرك ظهر الدفاعات، بيعمل لك التحول اقوى من مروان. فهي يعني الامور سواء مروان او الجزيري مش هتفرق كتير في مباراه زي الانتاج يعني. لكن انا مش استسهالا والله، لكن انا شايف ان الامور في المباراه دي، انا شايف اراده اللعيبه هي صحيح. الحد. انت قريب يا كابتن احمد من لعيبه نادي الزمالك في الفتره الاخيره، اللعيبه بتقول لبعض ايه يعني قبل المباراه دي، وخلاص يمكن 3 نقاط بتكون بتحسم الدوري، بيقولوا لبعض ايه؟ بص والله احنا من اول الفرق مكان واسع مع النادي الاهلي، واللعيبه هي شايفه ان الدوري ده من حقها من بعد بطوله افريقيا الاخيره ما بينها وبين النادي الاهلي، شايفين ان هم كان لازم يحققوا بطوله للجمهور يعني، وكان عندهم اصرار في ده. ومخليش اخفى عليك يعني، نادي الزمالك في فترات كتيره كان بيمر بظروف معينه، لكن اللعيبه بينها وبين نفسها كانت مصره على فكره تحقيق بطوله الدوري، لانها بطوله مهمه وبقالنا فتره ما بناخدهاش. وعشان كده بقول لك انا مش شايف ان اللعيبه ممكن يبقى عندها الاستهتار زي ما بيحصل، او ان صحيح. الزمالك نادي دايما بتاع مفاجآت ولا الكلام ده. لا، الجيل اللي موجود جيل كان يستاهل اكتر من بطوله، وجيل كان من حقه ان هو ياخد بطوله افريقيا الاخيره، ولكن يعني تاتي الرياح بما تشتهي السفن زي ما بقول طبعا يعني. فانا طبعا. شايف ان شاء الله الدوري ده يبقى من حقهم، نصيبهم يبقى فيه مزيد من البطولات ليهم، لجمهور نادي الزمالك ان شاء الله.
بشكرك يا كابتن احمد، شرفتني ونورتني ودايما بسعد بوجودك معايا، واحد من نجوم نادي الزمالك. بشكرك يا كابتن. ربنا يخليك، بقول لك ذوق ميرسي جدا لذوقك ودايما متالق. بشكرك يا كابتن، شكرا جزيلا. احمد عبد الرؤوف، واحد من نجوم نادي الزمالك ورؤيه فنيه لمباراه الزمالك والانتاج الحربي، مباراه الحسم زي ما بيقولوا. طيب بعيدا عن نادي الزمالك نروح للنادي الاهلي. النادي الاهلي ايضا بيختتم تدريباته النهارده استعدادا لمواجهه الجونه بكره الساعه 9 ان شاء الله في الجونه في الجوله 33 بالدوري المصري. بعد ميران النهارده الاهلي هيتوجه لاعبين وجهاز فني الى الغردقه للدخول في معسكر مغلق استعدادا طبعا لمباراه. ولسه الاهلي متمسك الحقيقه فيها بالامل ان هو يقدر يكون بيحقق 3 نقاط على امل ان الزمالك يكون بيتعثر امام نادي الانتاج الحربي. مباراه نهائيه هي مباراه الحسم، مباراه الزمالك والانتاج، لكن لعيبه النادي الاهلي واعضاء الجهاز الفني والاداري كانوا أجروا مسحة طبية أمس، وده طبعا وفقا للبروتوكول الطبي للعلاج من فيروس كورونا. كمان أكد الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي أن محمد شريف مهاجم الفريق جاهز من الناحية الطبية بعد انتظامه في التدريبات الجماعية وتعافيه بشكل تام من إصابته في العضلة الخلفية. أعتقد يعني عودة أو إصابة أثرت بشكل كبير جدا مع النادي الأهلي. شفنا والتر بواليا، بتشوف صلاح محسن، بتشوف أكتر من لاعب، ولكن يظل محمد شريف كان عامل حالة في النادي الأهلي، كان بيسجل في كل مباراة، كان ماشي بشكل كويس جدا، كان هداف الدوري المصري. أعتقد إصابة محمد شريف عطلت النادي الأهلي شوية، أثرت بشكل سلبي على النادي الأهلي وعلى موسيماني كمان في المباريات الأخيرة. ولكن محمد شريف جاهز، محمد شريف موجود، قادر يكون إن شاء الله بيشارك في وقت قريب جدا، ولكن ما أعتقدش إن هو هيلحق مباريات أو آخر ماتشين في الدوري، ممكن يكون جاهز إن شاء الله في الموسم اللي جاي. كمان اللاعب اتعرض للإصابة في العضلة الخلفية، كانت بعدته عن المشاركة زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم، وخضع لبرنامج تأهيلي مع الجهاز الطبي بالنادي، وشارك كمان في جزء كده من الميران قبل مباراة الفريق أمام المصري، وبعد كده انتظم خلاص في الميران الجماعي وشارك في الميران بشكل كامل. والجهاز الفني كمان لنادي الأهلي مع موسيماني استقر على استبعاد حمدي فتحي من مواجهة الجونة عشان الإصابة ما يكونش فيها مشكلة بعد كده. يمكن حمدي فتحي اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية وكان سبب في خروجه بين الشوطين في مباراة المصري، وأعتقد هيكون ديانج موجود مكان حمدي فتحي بجانب عمرو السولية. ووضع الجهاز الطبي للنادي الأهلي برنامج تأهيلي لحمدي فتحي عشان يكون جاهز للفترة اللي جاية إن شاء الله. طيب لسه مع النادي الاهلي ولكن مع صفقات النادي الاهلي وعروض كتيره جت للاعبي النادي الاهلي، ولكن اللاعب الكونغولي والتر بواليا يمكن جاله اكتر من عرض خلال الفتره اللي فاتت بعد تألقه طبعا مع النادي الاهلي في ظل غياب محمد شريف، وبدا يظهر وياخد على جو المشاركه كده، في يخش في الماتشات، يخش في جو الماتشات مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره. الجهاز الفني كان ابدى رغبته ان بواليا يكون بيرحل عن الفريق، وكان واخد قرار بضروره رحيل اللاعب مع انتهاء الموسم بسبب مستواه المتواضع من وجهه نظر الجهاز الفني، وضروره ضم مهاجم اجنبي يكون بديل لوالتر بواليا. بواليا رفض عرض الاحتراف بنادي الامارات الاماراتي الموسم اللي جاي خلال الساعات اللي فاتت على سبيل البيع النهائي او الاعاره، واكد مصدر ان سبب رفض بواليا للعرض انه شايف ان العرض اقل واضعف من اللي بياخده في النادي الاهلي، وده في الاخر حقه، تقدر ترفض تقبل، هو في الاخر حقك كلاعب عشان يقدر العرض يكون بيتوافق مع احتياجاتك كلاعب. وكمان كان في اكتر من عرض في الدوري السعودي والدوري التركي، ولكن بيحاول الاهلي التوصل لاتفاق مع والتر بواليا عشان يختار العروض او واحد من العروض خلال الفتره اللي جايه، وده طبعا عشان يقدر الاهلي يسجل. عنده لعيبه تعاقد معاها، بيرستاو، ميكيسوني كان بيتعاقد معاهم طبعا النادي الاهلي خلال موسم الانتقالات الصيفيه، فلازم يفضي مكان عشان يقدر يأيد اللعيبه دي. يمكن بواليا ما كانش محالفه الحظ مع النادي الاهلي في بدايه مجيئه للنادي الاهلي، ما كانش محالفه الحظ قوي، ما كانش ماشي بشكل كويس، ولكن مع إصابة محمد شريف أعتقد ابتدى ياخد بواليا، ابتدى يظهر، ابتدى يكون موجود، ابتدى يثبت نفسه، فكل ده خلى الناس تبص على بواليا، خلى الناس يكون عنده، خلى بواليا يكون عنده أكتر من عرض، لسه بيختار ممكن إيه العرض اللي يكون بيفيده، إيه العرض اللي يكون مرضي لاحتياجاته خلال الفترة اللي جاية. طيب إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي لسه مكملة رحلة البحث عن عروض للنيجيري جونيور أجايه،
في احد الدوريات العربيه او الاوروبيه خلال فتره الانتقالات الصيفيه الجاريه بعد ما طلب موسيماني رحيل اللاعب لعدم الحاجه ليه في الموسم اللي جاي. وموسيماني عايز يتعاقد مع لاعب اخر يكون اضافه قويه للفريق في الحته الهجوميه، وكلفت إدارة التسويق بالنادي الأهلي أكتر من وكيل لاعبين عشان يكونوا بيدوروا عن عروض لرحيل أجاييه في الصيف الجاري. ويمكن كمان كان في بعض الكلام أن أجاييه ممكن يكون في فاركو، نادي فاركو من الأندية الصاعدة للدوري المصري الممتاز، وأعتقد واحد من الأندية اللي بيعمل صفقات كبيرة، في لعيبة كتير هنشوفها الفترة اللي جاية في فاركو، ولكن راتب أجاييه كبير عالي بياخد رقم كبير في النادي الأهلي، وده اللي معطل شوية أو مخلي مجلس إدارة نادي فاركو يفكروا شوية في الموضوع، مترددين بعض الشيء، لسه مفيش كلام قوي، ولكن ممكن يكونوا بيتوصلوا الاتفاق مع جونيور أجاييه في أي وقت من الأوقات أو أي وقت من الأيام اللي جاية. وطبعا تجديد تعاقده مع النادي هينتهي، لو حضراتكم عارفين هينتهي عقد جونيور أجاييه بنهاية الموسم ده، فبكل تأكيد إدارة النادي الأهلي عايزة تكون بتستثمر أو بتكسب في بيع أجاييه الصيف ده للاستفادة من عائد بيعه مرة تانية بدل من الرحيل المجاني في الموسم اللي جاي بعد انتهاء طبعا تعاقده ويكون لاعب حر. الموضوع مع أجاييه وبواليا اعتقد الاثنين عاملين صداع للنادي الاهلي ومجلس الاداره بسبب اللي انا كنت بتكلم فيه مع حضراتكم. بواليا عايز عقد يكون بيناسب احتياجاته، أجاييه نفس الكلام راتبه عالي جدا في النادي الاهلي، فعايز عقد برضه يكون بنفس الراتب او قريب من الراتب، يا اما يمشي وياخد فلوسه الكامله اللي هي السنه اللي فاضله له في النادي الاهلي ياخدها كامله بعد كده يمشي. فاعتقد الاثنين لعيبه عاملين شبه كده قلق لمجلس إدارة النادي الأهلي، خصوصا ان اتنين ان انت كمجلس إدارة تعاقدت مع بيرسي تاو ومكيسيوني، فلازم تفضي مكانين، لازم أجاييه وبواليا ما يكونوش موجودين في النادي الأهلي عشان تقدر تأيد اللعيبة دول، لازم تقدر تأيد الاتنين اللعيبة اللي انت تعاقدت معاهم. فأعتقد هي دي المشكلة اللي حاصلة شوية لمجلس إدارة النادي الأهلي، خاصة كمان ان وكيل اللاعب رفض الإعارة وبيطالب بحصول اللاعب على مستحقاته زي ما كنت بتكلم في حال الاستغناء النادي الاهلي عنه، انه يكون بياخد السنه كامله من النادي الاهلي، ولكن ان شاء الله تكون الامور تمشي كده على ما يرام. وعلى فكره عايز اتكلم في نقطه برضو مهمه جدا، عامل الوقت مهم جدا، لان انت النادي الاهلي مطالب ان انت تأيد اللعيبه عشان تكون بتأيد الاثنين اللعيبه اللي انت جبتهم وتطلب البطاقه الدوليه بتاعتهم، وفي نفس الوقت برضو داخل على ماتشات مهمة جدا في الكاس، لسه عندك مباريات مهمة في الدوري ما خلصتش، لسه عندك ماتشين، فعندك موضوع محتاج تخلصه، محتاج تلمه بسرعة عشان تقدر تكون بتكمل، ما يكونش عندك كده حاجات بتعمل لك صداع، بتعمل لك مشاكل، يكون الدنيا بتخلص كده إن شاء الله تكون كل حاجة بتخلص مع اللعيبة سواء ألتر بواليا أو جونيور أجاييه، اتنين لعيبة أكيد اعطوا جونيور أجاييه على مدار السنين اللي فاتت اعطى كتير للنادي الاهلي، بولا يمكن جه في وقت ما كانش احسن حاجه في الاول، ولكن بعد كده ثبت نفسه بعض الشيء. وخلي بالك يعني لما تيجي تتكلم في نقطه اي لاعب بيخرج، يعني لو اتكلمت عن كل المعارين اللي خرجوا من انديتهم الموسم ده هتلاقي لعيبه كتير جدا تالقت، مصطفى فتحي، عمر السعيد، احمد ياسر ريان، لعيبه كتيره جدا خرجت من النادي الاهلي ومن نادي الزمالك تالقوا بشكل كبير جدا خارج انديتهم، فممكن بواليا بتخرجوا اعاره او حاجه يكون بيتالق بياخد فرصه اكبر في اي نادي غير النادي الاهلي. طيب ده بالنسبه للنادي الاهلي، خلونا نروح لنادي الانتاج الحربي. والحقيقه نادي الانتاج الحربي قرر انه يقدم تظلم لاتحاد الكره ضد عقوبه لجنه المسابقات بايقاف كابتن احمد كشري المدير الفني طبعا لنادي الانتاج الحربي لمده 8 ماتشات وتغريمه 100,000 جنيه بعد اعتراضه على كابتن احمد العدوي حكم مباراه الفريق امام الاتحاد السكندري، يمكن ده حصل في الجوله اللي فاتت طبعا عشان يخففوا العقوبه على المدرب، وعقوبه اكيد كبيره جدا 8 مباريات تغريمه 100,000 جنيه. وزي ما حضراتكم عارفين فريق الانتاج الحربي خلاص بيودع او ودع بشكل رسمي مسابقه الدوري المصري الممتاز وتاكد هبوطه لدوري القسم الثاني بعد التعادل مع نادي الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق كان طبعا في الجوله ال 32 من الدوري. توقف رصيد الانتاج الحربي عند النقطه 27 وبينه وبين البقاء طبعا او اللي ضمن البقاء
البنك الاهلي 6 نقاط، لكن حتى لو حقق الانتاج الفوز في الماتشين اللي جايين وسقط النادي الاهلي وخسر ماتش او خسر الماتشين في اللي فاضل له، هتكون المواجهات المباشره ما بين الانتاج الحربي والبنك الاهلي في صالح نادي البنك الاهلي اللي فاز وتعادل مع الانتاج الحربي في مباراتي الدور الاول والثاني، وصعد الانتاج الحربي طبعا زي ما حضراتكم عارفين للدوري المصري الممتاز المره الاولى في تاريخه، كان موسم 2008-2009 وكان متصدر قمه مجموعه القاهره بالدوري الدرجه الثانيه بعد منافسه طبعا كانت ما بين فرق دوري القسم الثاني. طيب الاتحاد المصري لكرة القدم بيواصل اتصالاته المستمرة مع الاتحاد الدولي بشأن تسهيل مهمة انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخبات طبعا بلادهم اللي هتكون بتشارك في تصفيات كأس العالم. يعني شفنا كده بعض الحاجات اللي حصلت، وأكيد عندهم عايزين يعفيهم من قيود السفر المفروضة عليهم في بلادهم اللي بيلعبوا، يعني كل لاعب او كل منتخب محتاج كل لعيب، سواء بتلعب في دوري انجليزي في دوري اسباني في دوري ايطالي محتاجه، لكن بسبب طبعا كورونا حصل كده شويه حاجات ممكن تكون بتصعب الانضمام للمنتخبات بلادهم. وكان الاتحاد المصري تلقى خطاب من نادي ليفربول، هو خطاب صادم الحقيقه لمنتخب مصر او للاتحاد المصري لكره القدم وللجهاز الفني والكابتن حسام البدري، والحقيقه خبر صادم بشكل كبير جدا ان ليفربول بيعتذر فيه عن عدم انضمام لاعبه محمد صلاح الى صفوف المنتخب الوطني في معسكره اللي جاي اللي بيتضمن طبعا مواجهه انجولا بالقاهره والجابون خلال الجولتين الاولى والثانيه لتصفيات الفتره للقاره الافريقيه اكيد طبعا ولكاس العالم ان شاء الله. وأشار خطاب النادي الإنجليزي إلى الإجراءات الاحترازية المطلوبة منه. طبعا زي ما احنا عارفين محمد صلاح مهم جدا وأهميته أكيد ما تقلش أي حاجة عن أي لاعب موجود في منتخب مصر، أعتقد أن وجوده مهم جدا، وجوده مؤثر أو غيابه هيكون مؤثر بالسلب على منتخبنا وعلى كابتن حسام البدري اللي أكيد بيحط عليه أمال كبيرة جدا في كل ماتشاته. يمكن أنت محمد صلاح واحد من اللعيبة اللي بتحطها كده، او اي مدير فني بيحط محمد صلاح وبعد كده بتحط باقي اللعيبه اللي موجوده عندك، بتشوف بقيه اللعيبه مين ممكن تستفيد باللعيبه اللي موجوده عندك. ولكن غياب محمد صلاح عن منتخب مصر اعتقد صدمه وتعتبر ضربه كبيره جدا للجهاز الفني لمنتخب مصر، خصوصا ان انت داخل بدايه مشوار، يعني انت لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم بتبدا مشوارك في تصفيات كاس العالم، محتاج كل لاعب، محتاج ومش لاعب عادي، انت بتتكلم في محمد صلاح لاعب مؤثر بشكل كبير جدا، وجوده مهم جدا لكابتن حسام البدري، ولكن في النهايه او في يعني هو ليفربول شايف ان هو محتاج محمد صلاح، وشايف ان هو ممكن يكون بسبب فيروس كورونا مش هيبقى موجود مع منتخب مصر. ولكن لسه في كلام كبير جدا او كلام كتير جدا حوالين من الاتحاد المصري لكره القدم بيحاول يحل الموضوع او بيحاول يبعت خطابات لنادي ليفربول ان محمد صلاح يكون متواجد مع منتخب مصر، او ياخد حتى استثناء من الفيفا ان هو يكون موجود محمد صلاح مع منتخب مصر. واعتقد يعني ان الكلام اللي كان موجود خلال الساعتين اللي فاتوا ان محمد صلاح ممكن لو ما لحقش يلعب ماتش انجولا اللي هيكون موجود هنا يكون بيلعب ماتش الجابون اللي ان شاء الله يكون موجود هناك مع منتخب مصر في الجابون، ولكن اكيد وجود محمد صلاح هو اعتقد ان هو هيكون وجوده مهم جدا مع منتخب مصر، واعتقد برضه زي ما وجوده مهم مع ليفربول ويورجن كلوب بيعتمد عليه بشكل كبير جدا، فاعتقد ان هنا مع منتخبنا الوطني هيكون موجود واكيد مؤثر بشكل كبير جدا. طيب امبارح نادي المصري البورسعيدي كان جدد عقده مع كابتن علي ماهر، كابتن علي ماهر ماشي بشكل كويس جدا مع النادي المصري، والحقيقه هم النادي المصري موجودين في الكونفدراليه الافريقيه، موجودين في المربع الذهبي وعاملين موسم الحقيقي تاريخي يحسب لمجلس اداره النادي المصري وللجهاز الفني ولاعيبه النادي المصري، واعتقد مجلس اداره للنادي المصري كان ليه دور كبير جدا خلال الموسم اللي فات الحقيقه، وفر استقرار للعيبه، وفر استقرار للمدير الفني كابتن علي ماهر، اداله ثقه كبيره جدا، قدر كابتن علي ماهر الحقيقه يستغل ده بشكل ايجابي وقدر يكون موجود في المربع الذهبي وموجود كمان في الكونفدراليه الافريقيه. خلونا دلوقتي ناخد الاستاذ عدنان حلبيه طبعا عضو مجلس اداره النادي المصري البورسعيدي. استاذ عدنان برحب بحضرتك، مشرفني ومنورني.
يحيى بيه، ازي حضرتك؟ صباح الخير. الحقيقه يعني في البدايه بهنيك على موسم طويل، موسم ناجح، موسم بينتهي خلاص. النادي المصري البورسعيدي موجود في المربع الذهبي، موجود في الكونفدراليه الافريقيه، فاكيد بهنيك في البدايه استاذ عدنان. اشكرك يا فندم، ربنا يخلي حضرتك يا رب. تشكر حضرتك. الحمد لله. يعني عرفنا ان خلاص النادي المصري بيجدد لكابتن علي ماهر. عايز اعرف من حضرتك كواليس تجديد عقد علي ماهر مع النادي المصري. جددنا الموضوع ما خدش 10 دقائق وجددنا. انا كان الكلام ده قلته قبل كده في الاعلام. في تربطنا بالكابتن علي علاقات محترمه جدا وعلاقات صدقه متبادله. والموضوع ما خدش اكتر من 10 دقائق مده التجديد، وجددنا على طول وقفلنا ورقنا، وموضوع عادي جدا جدا. واحنا كنا عاملين حسابنا للتجديد هيتم في اي وقت زي ما انا قلت برضه خلال الايام اللي فاتت، والحمد لله خلصنا الموضوع. وان شاء الله نوعد جمهورنا نعمل حاجه كويسه جدا السنه الجايه ان شاء الله. استاذ عدنان، استاذ عدنان يعني ده بالنسبه لملف كابتن علي ماهر وخلاص انتهى بشكل رسمي. ملف تاني، ملف الصفقات، اللعيبه اللي هتكون بتخرج من النادي المصري البورسعيدي، اللعيبه اللي هتكون موجوده او بتيجي للنادي المصري في الموسم اللي جاي. في كلام كريم العراقي ممكن يكون موجود في نادي الزمالك، عمر كمال عبد الواحد خلاص يمكن موجود مع نادي الزمالك. اخر الصفقات اللي موجوده استاذ عدنان ايه؟ الصفقات اللي موجودة والصفقات اللي جاية بأمر الله لن تقل بل ستزيد عن الناس اللي خرجوا. ستزيد وستزيد بمراحل فنية كبيرة، وده بنوعد بيه جمهورنا بأمر الله تعالى إن احنا هنكسر الدنيا السنة الجاية، ومين يقدر على المصري السنة الجاية إن شاء الله. كلام كتير يا أستاذ عدنان عن أحمد رفعت، إن أحمد رفعت في مفاوضات مع النادي الأهلي وممكن يكون مع النادي الأهلي. نهائي نهائي، أحمد رفعت مش للبيع. أحمد رفعت لا توجد نية مطلقا لبيعه أو لإعارته أو لأيا يكن، لأن أحمد رفعت دلوقتي يعتبر من القوام الرئيسي للفرقة، فلا توجد نية للاستغناء عنه تماما. كريم العراقي وآخر التطورات صفقة كريم العراقي، نادي الزمالك ونادي بيراميدز يمكن موجودين. ما زال في فريقين، نادي بيراميدز ونادي الزمالك، بتفاوضات مفاوضات في الأمر، وفي نادي من بره مصر. ف ايه اللي هيتم يمكن في خلال ايام ان شاء الله تظهر الصوره بامر الله تعالى. استاذ عدنان، هل حصل كلام ما بين مع كريم العراقي، رغبه كريم العراقي يكون موجود في نادي الزمالك او نادي بيراميدز، ولا هو سايب الموضوع لمجلس الاداره؟ لسه النادي الاول ما خدش قراره. فلما ياخد النادي قراره اكيد هيجتمع باللاعب ده لو في نيه للامر زي ده او تم الاتفاق اللي ده هيتم. ما تمش هيبقى كريم موجود للسنه الجايه. تم وفي اتفاق ان يبقى في بدلاء اكفاء او على مستوى فني عالي في مركزه اللي هي مركز الباك رايت دي، فيبقى فيها تتم الصفقه. ما تمتش فما دي مش هيمشي، وكريم متواجد مع النادي المصري بعقد جديد السنه الجايه بامر. استاذ عدنان، الصفقات هل في صفقات للنادي المصري تمت ولا لسه كلها في مفاوضات؟ اكيد في تم صفقات ولم نعلن عنها حتى الان، لان احنا بنيجي نعلن بنعلن في مؤتمر بشكل رسمي صحفي زي ما عملنا السنه اللي فاتت. ان شاء الله يعني بنتمم امورنا، لان طبعا برضو في لسه فرق لعيبه احنا بنخلص فيها موجوده على ذمه فرق. ف يعني الموضوع فيه سريه شويه ان شاء الله ايام، ويظهر المواضيع للنور ان شاء الله. ان شاء الله يا استاذ عدنان، وبهنيك مره ثانيه طبعا على موسم طويل، موسم عظيم الحقيقه للنادي المصري البورسعيدي، ونورتني وشرفتني وبشكرك شكرا جزيلا. بشكرك يا استاذ عدنان، والحقيقه النادي المصري البورسعيدي عمل موسم كبير، عنده الموسم اللي جاي بيشارك في الكونفدراليه الافريقيه، محتاج اكيد لعيبه، وعنده كتير من اللعيبه اللي تالقت بشكل كبير جدا مع الكابتن علي ماهر. مشاهدينا، خلصنا اخبارنا المحليه، هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل مع حضراتكم، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. مشاهدينا، برحب بحضراتكم مره تانية، لسه مستمرين مع حضراتكم في 60 دقيقه. اتكلمنا من الدوري الامتع، الدوري الانجليزي، وحقيقي المباريات امبارح كلها مباريات قويه جدا، ولكن عايز ابتدي من عند تشيلسي وارسنال. مباراه تشيلسي وارسنال، المباراه امبارح خلصت طبعا بنتيجه 2-2 لنادي تشيلسي. لوكاكو وجيمس، اثنين من اللعيبه، جيمس امبارح واحد من اللعيبه اللي تالقت بشكل كبير جدا في مباراه تشيلسي وارسنال. كمان لوكاكو امبارح ظهور الاول ليه مع نادي تشيلسي. لوكاكو يمكن كان جاي متالق طبعا مع انتر ميلان، ولكن جاي تشيلسي عايز، كان موجود في مانشستر يونايتد ولكن عايز يثبت
حاجه جديده خالص، شكل جديد خالص، شكل مختلف مع نادي تشيلسي. امبارح بنشوف لوكاكو، يمكن ناس كتير امبارح كتبت على السوشيال ميديا، الناس اللي بتشجع تشيلسي، ان خلاص اخيرا بقى عندنا مهاجم، بقى عندك سترايكر صريح قادر يسجل في اي وقت. امبارح لوكاكو بيسجل حقيقه مع نادي تشيلسي امام ارسنال، الهدف الاول ليه مع نادي تشيلسي طبعا في الدقيقه 15. وجيمس زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم، واحد من نجوم امبارح المباراه، قدر يسجل الهدف الثاني وقدر يعمل اساس طبعا لوكاكو في الهدف الاول. واعتقد ان تشيلسي الموسم ده هيكون منافس قوي جدا على لقب البريمير ليج، مش بس توخيل مش عايز يكون موجود في المربع الذهبي، ولكن نادي تشيلسي بمجلس ادارته باداره فنيه مع توخيل اعتقد عايزين يكونوا بيحققوا لقب الدوري الانجليزي السنه دي، لان انت عندك تشيلسي معاه لعيبه كتيره جدا، معاه لعيبه كل اللعيبه اللي موجوده، لعيبه مهمه، لعيبه مؤثره، واعتقد بيعتمد عليهم. عندهم ماونت، عندهم بوليسيتش، عندهم لعيبه كتيره جدا بيعتمد عليها توخيل، واعتقد ان تشيلسي السنه دي هيكون شكله مختلف. بالنسبه لارسنال، ارسنال اعتقد الدنيا مش احسن حاجه، يعني جماهير ارسنال او الناس اللي بتشجع ارسنال امبارح بتخسر اتنين في ملعبك في وسط جمهورك، واعتقد اول مباراه امام برينتفورد كمان خسرت اتنين، فبدايه لنادي ارسنال بدايه مش مبشره، بدايه مش احسن حاجه. واعتقد امبارح اللي حصل بعد مباراه تشيلسي وارسنال كان فيه هجوم كبير جدا على ارتيتا على السوشيال ميديا من كل جمهور ارسنال، والناس بتحملوا الهزيمه الاولى من امام برينتفورد وبتحملوا كمان الهزيمه من تشيلسي، ويا ترى الدنيا رايحه على فين؟ يعني انت برضو بتخسر اول 6 نقاط في بدايه دوري انجليزي، فبدايه مش كويسه، عندك ماتش جاي مانشستر سيتي، يعني انت داخل او بادئ بدايه هتخسر 3-4-5 ماتشات في الاول، فدي بدايه غير مرضيه تماما لجماهير ارسنال اللي ابتدى الحال بيهم يتكلموا، تشاكا بيعمل ايه في الفريق؟ طب مين يكون موجود؟ اوباميانج بعيد، لاكازيت بعيد، فاعتقد كل اللعيبه اللي موجوده في ارسنال بقت بعيده خالص، بقى في غضب جماهيري كبير جدا من جمهور ارسنال على مجلس اداره، على ارتيتا، على اللعيبه حتى اللي موجوده. طيب خلونا نستعرض مع حضراتكم نتائج ماتشات امبارح. يمكن كانت البدايه مع مانشستر يونايتد امبارح كان بيتعادل 1-1 مع ساوثهامبتون، وتوتنهام مع ولفرهامبتون برضو كان امبارح توتنهام بيكسب تاني مباراه ليه في الدوري الانجليزي، كان اول مباراه طبعا امام مانشستر سيتي. توتنهام بيخطف كده زي ما بيقولوا بلغه الكوره، يعني هو كسب مانشستر سيتي 1، بيكسب ساوث ولفرهامبتون 1، فاعتقد ماشي واخد 6 نقاط، ولكن برضو مش الشكل الاحسن لتوتنهام في البدايه. ارسنال اخيرا وتشيلسي بيقدر يكسب تشيلسي 2 مقابل لا شيء. النهارده فيه طبعا مباراه مهمه جدا، ويست هام وليستر سيتي في 9 مساء نهايه الجوله الثانيه من الدوري الانجليزي. طيب ده بالنسبه للدوري الانجليزي وماتشات امبارح وماتش النهارده ما بين ويست هام وليستر سيتي زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم. نروح من الدوري الانجليزي للدوري الاسباني، وامبارح شفنا ريال مدريد ليفانتي، وريال مدريد بيخلص الماتش بنتيجه 3-3 في مباراه الحقيقه مثيره جدا. بيفقد طبعا ريال مدريد اول نقطتين ليه في الموسم الجديد بعد بدايه قويه كانت امام ديبورتيفو الافيس، وقدر ان هو يكسب 4-1 في الجوله الاولى، ولكن امبارح بيتعثر امام ليفانتي وبيتعادل 3-3. امبارح جارث بيل بيفتتح التسجيل طبعا لنادي ريال مدريد، بعد كده قدر ليفانتي صاحب الارض طبعا انه يرجع ويقدر يسجل طبعا بهدفين عن طريق روجر مورتي في الدقيقه 46 وخوسيه كامبانيا في الدقيقه 57. في الدقيقه 73 جونيور بيسجل هدف التعادل لريال مدريد، في الدقيقه 79 بيتقدم ليفانتي طبعا عن طريق روبرتو سواريز قبل ما يسجل جونيور الهدف الثالث لمدريد عشان يقدر يكون بينقذه من الخساره امبارح امام ليفانتي. بيتعادل امبارح 3-3 ريال مدريد مع ليفانتي في ثاني جوله، وكمان برشلونه قبليها على فكره برضو بيتعادل، ولكن برشلونه قدم مباراه كبيره الحقيقه. يمكن برشلونه بعد رحيل ميسي ناس كتيره قالت ان برشلونه مش هتكون في احسن حال، ولكن برشلونه متماسكه لحد دلوقتي، متماسكين باللعيبه اللي موجوده عندهم لسه في الجوله الثانيه. طيب خلونا نستعرض مع حضراتكم نتائج مباريات امبارح من الجوله الثانيه من الدوري الاسباني. امبارح ريال سويسيداد بيكسب 1-0 رايو فالكانو، اتلتيكو مدريد بيكسب ليتش 1-0، ليفانتي وريال مدريد بيتعادل 3-3. طيب ماتشات النهارده في الدوري الاسباني، ختافي مع اشبيليه النهارده الساعه
8 وأساسونا مع سيلتا فيجو الساعة 10 مساء. دي النهارده ماتشات الدوري الاسباني، ماتشات الدوري الانجليزي زي ما قلت لحضراتكم، ويست هام مع ليستر سيتي. مشاهدينا نطلع لفاصل ونرجع نستكمل مع حضراتكم بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. مشاهدينا برحب بحضراتكم مره تانية، لسه مكملين معاكم في 60 دقيقه. دلوقتي هنشوف اخر الفيديوهات اللي موجوده على السوشيال ميديا من فيسبوك. دايما غرف الملابس للعيبه بتكون فيها كواليس خاصه، وبيكون في كده شغف عند الجماهير ان هم يشوفوا ايه اللي موجود جوه غرف ملابس اللعيبه. اللقطات الخاصه دي تعالوا نشوف كواليس غرف ملابس فريق مانشستر سيتي كان موجود فيها. طلع الفاصل ولسه مكملين مع حضراتكم في 60 دقيقه بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. مشاهدينا برحب بحضراتكم مره تانية، وصلنا لاخر فقراتنا في 60 دقيقه، بنستعرض اجابات حضراتكم على سؤال حلقه النهارده. سؤال حلقه النهارده كان بيقول مين هو افضل لاعب اجنبي في الدوري المصري هذا الموسم. خلونا نشوف اجابات حضراتكم من على تويتر. محمد اشرف سرور كتب علي معلول وألي ديانج ولويس ادوارد، يعني دول ثلاث لعيبه. زيكو كتب بن شرقي الافضل بلا منازع. فارس كتب أليو ديانج. محمد العناني طه كتب علي معلول. احمد فرج كتب مساء الخير عليك ابو حميد، من وجهه نظري مع اني اهلاوي ان اشرف بن شرقي يستحق ان هو يكون احسن لاعب اجنبي في الدوري المصري. ابو وديع كتب مساء الخير عليك، مساء الفل عليك ابو وديع، وكاتب ان بن شرقي من احسن اللعيبه اللي موجوده في الدوري المصري الممتاز. يعني اعتقد عدد كبير من اللعيبه الحقيقي الاجانب الموسم ده ظهروا بشكل كويس جدا، بن شرقي، ديانج، كل كمان لو هتتكلم بالاخص عن لعيبه شمال افريقيا ظهروا بشكل كويس جدا مع سواء الاهلي او الزمالك او حتى مع باقي الانديه اللي موجوده في الدوري المصري. فكل اللعيبه الحقيقه كان ليهم دور كبير مع انديتهم، اللعيبه الاجانب اللي كانت بتشارك في الموسم ده من الدوري المصري الممتاز. مشاهدينا وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من 60 دقيقه، اشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده. دمتم في امان الله.